اليوم بس ودي أتكلم في المقدمة بشيء بسيط عن موضوع اليوم، القرار اللي أصدرته لجنة الانضباط بإيقاف اللاعب لوكاس ليما لاعب النادي الأهلي، وأرسلوا القرار يوم المباراة، يوم مباراة الوحدة مع الأهلي في مكة المكرمة. طيب القرار أول حاجة تاريخه من يومين، فواضح أنه كان في بطء في عملية إبلاغ الأندية، وهذه مشكلة لازم اللجنة تشوف فيها حل. هذه واحد. اثنين، احنا عندنا وجهة نظر وبنرجع نكررها. لجنة الحكام، لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيها اخوان نجلهم ونقدرهم، محامين وقانونيين، وكما تفضل الأستاذ ياسر المسحر رئيس اتحاد كرة القدم لما كان ضيفنا يتأكد، قال انه نقطة لجنة الانضباط ان هؤلاء قانونيين، ولازم دائما اللجان هذه تكون مش ما تتعامل مع الإعلام وقرارات، يعني في شرح آلية معينة. طبعا هي ما هي أول لجنة في تاريخ اتحاد كرة القدم، هي يعني يمكن نقول هي اللجنة الثامنة برئاسة الأستاذ ماجد العريني. بس أستاذ ماجد، وما كامل الاحترام والتقدير لك ولكل أعضاء اللجنة، يعني إدارة لجنة انضباط في دوري محترفين موضوع مختلف تماما عن أي مجال قضائي أو مجال قانوني مارستوا فيه. يعني تخيل لو أنتوا كنتوا لجنة قانونية في هيئة سوق المال، ويوم الجمعية العمومية لواحد من أكبر البنوك السعودية تصدر عليه قرار، هذا يعني أنت ما لك دخل في لجنة، ما لك دخل في سوق الأسهم كذا. نفس الشيء في كرة القدم، تخيل القرار هذا تبلغ للأهلي يوم مباراة نهائية، يعني يوم حسم الدوري، مباراة الأهلي مع الهلال ولا الأهلي مع النصر، عشان أوصل لكم بس حجم المصيبة اللي صارت اليوم. أنا أتفهم أن اللجنة يعني مخفضة السقف الإعلامي، وأغلب قراراتها علب وقوارير موية، وهذا فلان تأخر في الفلاش انترفيو، والحقيقة احنا ما نقلل من قدركم كأشخاص ومن تجاربكم، بس انتم مالكم في إدارة لجنة انضباط في دوري بهذا الحجم؟ بس هذا وجهة نظرنا، انتم مش ما تقدرون. اللجنة لا نقلل من قدراتها، لكن الموضوع كبير، الموضوع كبير. العمل في الرياضة في دوري مضغوط، يبغى لها يعني خلال يومين ثلاثة تتخذ القرار، لكن سالفة ورق رايح ورق جاي ونقعد نناقشه وندرسه وكل شيء يؤخذ بالحكمة لا هذا ما ينفع بالدوري، هذا في الدوري، لأنه تفرق قرارك. يعني اليوم النادي الأهلي استشكل وعلق العقوبة، طيب ماشي، أنت كيف الشخص، أنا بفهم الشخص اللي موجود، يمكن الأمانة هي اللي بلغت أو اللجنة، وهو يرسل قالك استنى اليوم في مباراة، ولا اللجنة ما لهم علاقة بالكورة؟ هذه مصيبة أكبر، لازم تكون منتبه للمنافسة من المتنافسين عشان تعرف متى تطلع القرار وإيش سرعة القرار، وفي قرار ممكن ترسله تقول جيبوا لي رد بعد 48 ساعة، ولما تستفسر في شيء تقول تعطوني خلال 6 ساعات الرد. فيعني اليوم شيء مرعب. يعني من أهدافنا احنا كإعلام أن نحارب فكرة المؤامرة التي تنتشر في الساحة الرياضية، هذا هدفنا وهذا عملنا، أن احنا نأكد على عدالة المؤسسات واللجان الموجودة داخل منظومة الرياضة السعودية. لكن الأداء اللي قام فيه الإخوان اليوم في لجنة الانضباط لا يساعد أحد أن يوقف معكم، وتركت المجال مفتوح لسوء الظن عند كثير من الجمهور، مو الأهلي بس، الآن الأهلي وبكرة تصير في فريق ثاني وبعدين فريق ثالث، وقد تتدخل هذه في المنافسة فيعتبر أنكم تقومون بدور أو تتهمون ظلما. يعني أنا متأكد أن أنتم نواياكم ما لها علاقة بهذا الجانب، بس أنتم تخلون الساحة الرياضية فيها بيئة خصبة. طيب ما في شك ان لجنة الانضباط اللي موجودة في هذا الموسم، يعني لو رحلت راح يكون خبر جدا سعيد لجميع اعضاء الحركة الرياضية، لانه اللجنة هذه لم يشكلها لا اتحاد القدم ولا لها علاقة باحد في هذا الموسم. في الموسم الماضي، وركز معاي شو بقول لك،
في الموسم الماضي يوم 25 أبريل 2018 تشكلت اللجنة في الاتحاد القديم حق قصي الفواز. ليش تشكل لجنة انضباط يوم 25 أبريل وفي اتحاد قدم جاي الشهر الجاي؟ ليه؟ هذا سؤال ما له إجابة. الجمعية العمومية صادقت على القرار يوم 29 يونيو ولسه اتحاد القدم الجديد ما انتخب وتحط له شوية أنظمة قانونية تكتف الاتحاد الجديد فيصير اتحاد كرة القدم يتحمل مسؤولية لجنة لم يختارها. وأنا متأكد الجمعية العمومية واتحاد القدم في اجتماعهم القادم هذه اللجنة عشان لا يجي الأستاذ ماجد والشباب اللي معاه يقولون احنا بنستقيل، لا، الكل مجمع على طلب التغيير. أخذتوا فرصتكم وشكرا جزيلا لكم. لو نرجع نشوف رؤساء لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأستاذ إبراهيم الربيش كان من سبتمبر 2013 حتى أغسطس 2015، هذه اللجنة الأولى. بعد كذا اللجنة فهد بحيز كلف من أغسطس 2015 حتى ديسمبر 2015، يعني حوالي 4 شهور. بعد كده الأستاذ خالد البابطين جلس من ديسمبر 2015 حتى يناير 2016، يعني شهر. بعد كده جاء الأستاذ خالد بنصر وجلس من يناير 2016 حتى مايو 2017، سنة ونص. بعدين بندر الحميدان جلس من مايو 2017 حتى ديسمبر 2017، وياليت هاللجنة دي جلست، لأنه الرجل اللي يرأسها واحد من أعظم الناس في مجال القانون الدولي. أنا ماني فاهم ليش ما استمر الأخ بندر. طيب نجي بعد كذا جابوا لنا أجنبي، هذه الموضة عاد إحنا شغالين فيها الحين. جيمس كاتشينج جاء من نوفمبر 2018 حتى يناير 2019، يعني جلس 3 شهور. يا رجل أنت لو جاي تسوي دورة ما لحقنا نحفظ 3 شهور. بعد كذا جاء أيمن الرفاعي قاعد من يناير 2019 إلى أبريل 2019، 4 شهور ومشى. ما شاء الله اللي ثبت ماجد العريمي، جلس ما شاء الله من أبريل 2019 حتى الآن، وممكن يقعد لنهاية الموسم. بس ما في شك أن التجربة لا 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 ما توحي أن اللجنة قادرة على ضبط الأمور. يعني فلان يضرب فلان، طنش هذا، يبصق طنش، لا هذا الحكم لأنه ما شافه. فجأة تيجي قضية لوكا يطلع قرار انضباطي. طب وين القوارير والكاسات والمئتين ألف ومدري فلان واقف؟ يعني كنتوا جالسين، هذا ما وقف، هذا ما صرح، هذا ما راح، هذا تأخر جلس، هذه مو العمل لجنة الانضباط. هذه قرارات تحطونها داخلين حتى ما تهم الناس، تهم الناس القرارات اللي فيها قرارات انضباطية. عموما يعني اللجنة حسب ما فهمت لجنة الانضباط تعقد اجتماعاتها وفقا للأحداث وجدول زمني محدد. ما ينفع جدول زمني محدد، انت تشتغل في دوري أكتف سريع، ما ينفع تشتغل ببطء. يعني تخيل هذه اللجنة لو اشتغلنا بالمعيار حقها في برج مراقبة والله الطيارات كلها تضرب بعضها، لأن إيش؟ ما لم تجتمع اللجنة. أنا أتفهم عمل القانونيين، يعني أغلبهم إخواننا محامين ويتعاملون مع محاكم، وتعرف السالفة طويلة يعني في التقاضي، سواء التقاضي التجاري أو العمالي أو 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 السالفة تأخذ فترة طويلة. في لعبة كرة القدم وفي الرياضة ما تقدر أنت تأخذ بالطريقة هذه، أنت عتسوي لي كأنها محكمة الكاس وتقعد بالشهور والسنين. فبالتالي ولا تقدر تضرب مثال بلجنة الانضباط في الاتحاد الأسيوي، لأن الاتحاد قاري وبطولاته محدودة. تبغى تشوف، تخيل لجنة الانضباط اللي عندنا لو كانت في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يا لطيف والله. يا قضايا، قضايا إيش في المحاكم؟ عاد تعويضات، لانك انت لو نادي انجليزي الدوري الانجليزي اعطيته قرار اللي سويته في الاهلي اليوم يرفع عليك قضيه ويدفعك ملايين. لا حول ولا قوه الا بالله. نبدا الحلقه مع العناوين.